الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي بطري، أنا من الصف الخامس من المدرسة الابتدائية سان بنديك. المحترم صف الحاكمين من العارفين والعادلين والمعلمين والمعلمين والمعلمات الأعزاء والأصدقاء الأحباء والحاضرين والحاضرات جميعا. أيها المشاهدون الكرام، اليوم سأقدم لكم عن الموضوع واو سين ألف همزة لام ألف لام نون قاف لام وسائل النقل في مالزيا. كما عرفنا، توجد كثيرا من وسائل النقل في بلادنا، وأقسمها إلى ثلاثة أقسام، ومنها النقل البري، النقل البحري، والنقل الجوي. يا صديقي أعزة، أولا وسائل النقل في بري أو في الشارع مثل الدراجة، دراجة نارية، السيارة الشائنة، الحافلة والقطار، والسيارة الأجرة، بيجة وعربة وغير ذلك. وقسم الثاني، وهو وسائل النقل في بحر، ومنها سفينة زورة، كانو، مؤدية وأوامة وغير ذلك. وقسم الثالث، وهو النقل الجوي، ومنها طائرة، طائرة عمودية، طائرة بالون، وعربة القبيل وغير ذلك. وأخيرا، كل وسائل النقل مهمة جدا في بلادنا، ويسهل الناس جميعا في شؤونهم كل اليوم. وأريد أن ألقي لكم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء. وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.